رح حضر المسخن بطريقة كتير سهلة، لا بتاخد جلي ولا وقت. زيت زيتون، سماق، بصل، دجاج والصنوبر. شفت على اليوتيوب وعجبتني. البصل، السماق، زيت زيتون، دجاج، كمون، فلفل أسود، عود قرفة، ملح، رشة صغيرة هيل، شويها بالفرن من دون مي، ساعة وربع بالفرن، مندخل الفرن لتتحمر. نجرب ندوق. أحلى هالطريقة.